أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، ونتمنى تتصلون بنا على واحد من ذن الأرقام إن قدرتوا تتصلون. إن ما قدرتوا تتصلون لأي سبب كان مع الأسف، تقدرون تكتبوا لنا رسالة على رقم الواتساب، آخر رقم اللي تشوفوه بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان، نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف المدارس المتلكئة ومعاناة التلاميذ وأهلهم بسبب هدم هواية من المدارس العراقية بمناطقهم، ولحد الآن ما بنى شيء أو استحدث شيء على هذا الموضوع. الناشطين بعدهم مستمرين بنقل وتوثيق معاناة مناطقهم والمشاريع الفاسدة والمتلكئة، واللي بسببها يعاني هواية من العراقيين من نقص الخدمات والطرق. مثلا بديش المدارس المتلكئة واللي هي بالمئات أو بالآلاف أو يزيد، واللي طالما تحدثنا عنها وعرضنا العديد من المدارس المتلكئة والغير منتجة من سنوات عدة برنامج صوتكم، علما من دون أن تحرك حكومة الإطار التنسيقي أي ساكن لحل هاي المشكلة، وترك الطلاب بدوامات ثنائية وثلاثية، وفي بعض الأحيان دوامات رباعية، وبمدارس كرفانية أو طينية أو غير صالحة بيئيا للتعليم. بعض الناشطين يتحدثون أن الدوام راح يكون رباعي هاي السنة ببعض مناطق المحافظات الجنوبية، لا سيما قضاء شط العرب بالبصرة. أحد الناشطين من هناك يبين واحدة من المدارس اللي تهدمت بحجة أنه راح تنبني واحدة جديدة بمكانها، لكن رغم مرور 4 سنوات حال المدرسة راح تشوفوه بعد شوية بهذا الفيديو عبارة عن صبة أساس بس. خلونا نشوف. منطقة الكباسي قضاء شط العرب، طبعا هذا صوت يريد يوصل إلى شركة المرحوم عبد الله عويزي الجبوري. أقلهم المرحوم كانت إلى بصمة في محافظة البصرة، ولكن بالآونة الأخيرة أخذتوا عدة مدارس، مشاريع بناء مدارس اللي هي أكثر من 20 مدرسة حسب المعلومات في محافظة البصرة، ومنها مدارس في قضاء شط العرب. طبعاً وأكو أيضاً مدرسة في منطقة مطيحة نفس العملية، تم هدم المدارس وباقيات للآن راوحاً في مكانهم. فمثلاً هذه المدرسة اللي هي وراي الآن تطلع بالكاميرا، مدرسة الوسام، كانت بها 3 مدارس، فاللي شوها يمكن قبل 4 سنوات وظلت أرض، والمدارس الأخرى تم نقلها إلى مدارس كرفانية، لليوم تراوح في مكانها. قبل فترة إجوا بنوا هذا الأساس اللي هو أساس كونكريتي وعافوه، راحوا العمل متوقف منذ 2 شهر. أخواني الأعزاء، شو وقت تكملون المدارس؟ والعام الدراسي الجديد بدأ أيامه ينطلق، وفصل الشتاء جاي، وذني كانن 3 مدارس والآن صارن بمدارس كرفانية، مدرسة الوسام والقرنفل يمكن، وبعد أكو مدرسة ثالثة. والآن يقول لك السنة هاي الجاية الدراسية كل أغلب المدارس دوام رباعي. الحج مصطفى الله يرحمه صاحب هاي الشركة مات الله وياه، بس المشروع يموت وياه لو راح يتحول شيوع. يعني هسه ورا ما صاحب الشركة العقارية مات، راح يطلعون قسام شرعي بالمشروع ويشوفون يا ابن من ولده ينفذ المشروع وينتظرون. أنا ما أفتهم، مات الله يرحمه بس المشروع ما يموت. يا أخوان، أنا قضية الدولة ومناقصاتها ومشاريعها الخدمية هم ما أفهمها. المفروض أكو مدة زمنية. أرد أسأل سؤال، المدة الزمنية بهذا المشروع 1، 2، 3 خلصاً؟ شنو الشرط الجزائي اللي حاطته المحافظة أو البلدية أو وزارة التربية أو مديرية التربية على الشركة المنفذة، لدرجة أن الشركة المنفذة ما دايرة بال، صبت الأساس وراحت. زين وراها شو يصير؟ وراها هاي انتهى المشروع، يجون الطلاب يباعون هنا، الله هاي كان مفروض مدرستنا، الله يمكن هذا الصف مالتي، المدير وين يقعد؟ شنو الموضوع؟ نطلع من البصرة نصعد شوية لي فوق ونروح الذيقار. ذيقار عندنا بيها مدرسة، هاي المدرسة
راح تشوفوها منجزة بنسبة 90%. لكن بعدها المدرسة مغلقة، ما انفتحت أبوابها أمام التلاميذ، وطلاب منطقتهم بذي قار يضطرون أن يمشون لأكثر من 3 كيلومترات حتى يروحون إلى مدارس أخرى واللي تشتغل بنظام دوام ثلاثي، والمدرسة القديمة مالتهم اللي هم المفروض بيها آيلة للسقوط، فما يقدرون يروحون يداومون بيها. علما أنه أسباب عدم افتتاح هاي المدرسة بحسب قول الناشط اللي وثق هذا الفيديو أنه ماكو سياج. فهل تتوقعون مدرسة أنجزت بنسبة 90% ما يقدرون يبنون لها سياج؟ خلفات 2 و4 عمال يكملون السياج بيومين. لو أكو تعمد على عدم افتتاح مدارس حكومية وعدم إكمال إنجازها حتى يجبرون الأهالي يسجلون أبنائهم مدارس أهلية وبمبالغ طائلة ما يقدروا لها واللي أغلبها ترجع إلى متنفذين بداخل الأحزاب. خلونا نسمع. حياكم الله. إحنا للأسف الشديد في محافظة ذي قار حكومتنا المحلية تعودت على المناشدات وعلى المطالبات، يلا تنفذ مطلبك. إحنا الآن متواجدين في مدرسة الشيماء اللي تم إنشاء حديثا هذه المدرسة اللي قيد الإنجاز، تقريبا وصل نصف إنجازها 95%، متوقفة هاي المدرسة ومتلكئة بسبب هذه السياج متوقف. وإحنا للعلم منطقة المنصورية بأمس الحاجة هذه المدرسة، يعني طلاب هذه المنطقة جاي يروحون مدارس بعيدة تبعد 3 كيلو على مود الناس تروح تدرس، أو قسم متوجهين في ذاك الصوب صوب الجزيرة، يعني مثل ما تقول طلابنا كلها مطشرة. إحنا هاي المدرسة بس تعالوا يا هنا مصورنا، يعني هاي المدرسة مكتملة وكاملة مكملة اللي متوقفة على مود السياج والأرضية مالتها. السبب التوقف أنه على أساس هذا السياج أنه لازم يدنا الأغادي. إحنا خاطبنا الجهات المعنية، خاطبنا مدير الأبنية، خاطبنا محافظ ذي قار، بس ماكو جدوى. من المؤمل افتتاح هذه المدرسة بشهر 8 اللي مضى. يعني من المفترض أن هذه المدرسة تنفتح بشهر 2 اللي مضى. مر 3 و4 و5 و6 و7 و8 وراح ينتهي 9، وراح نطب تشرين أول. 8 أشهر المدرسة لحد الآن ما اكتملت. المفروض بشهر 2 الأرضيات كملانة، شبابيكها وغيرها وبيبانها ومنظفة وجاهزة والسياج مبني ومنتهي الموضوع. بشهر 2 المفروض 100% مكتملة وتستلمها مديرية التربية وتسلمها إلى إدارتها وتستقبل بها طلاب. بشهر 2 المفروض هذا الحال ما نشوفه. راح نطب بشهر 10، ما بقت أيام، أسبوع. أسبوع نطب بشهر 10 والحال ده تشوفوه لحد أنا أنقاض موجودة. الأرضية ما كملانة، الفينيشنج مالتها ما كملان، والسياج ما كملان. زين انتو 8 أشهر دا تكملون 10% من مدرسة. المدرسة اللي بعدها اساسات ايش قد يراد لها؟ 4 سنين قضتها. اذا حسبنا 8 أشهر على 10% يعني 100% 80 شهر. كم سنة بعد؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وشافت هذا الموضوع وقالت عليه بالفيسبوك. أبو زيد السالم يقول مدير التربية خط أحمر، صار لسنين لازم إدارة التربية ومن فشل إلى فشل ما حد يبدله. هاني عدنان يقول عمي 4 سنوات زين، أكو مستشفى وعملاقة وعلى شارع عام وصار لها 12 سنة ما كملانة. أما محمد الشتال يقول طبعا سكنة قضاء شط العرب خصوصا المدارس نقص كبير وزيادة في عدد سكنة القضاء، ولا يوجد أي مبادرة أو خطة لإنشاء المدارس. أما محمد سعد يقول للأسف شركة عبد الله عويز لا توفي بشروط العمل. قبل 6 سنوات تم بناء مدرسة الهيكل جاهزة في منطقة الحوطة ولحد الآن باقي على حالها، وما نعرف أسباب التأخير ومثلها في منطقة باب جليع. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية تلكؤ بناء المدارس، واللي هي قضية مهمة وحيوية لبناء مستقبل بلدنا، لأنه هذا المكان هو اللي ندرس به أطفالنا اللي هم رجال المستقبل اللي راح يصيرون بناة المستقبل. أبو زينب من النجف حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اكو مثل عراقي قديم يقول روح للفلوس سوداني، كنا نتأمل الخير بهاي مال مذكرة التفاهم السنين ولا فعلا يعني. نعم. العراق اللي بناه الى حضارات العالم يحتاج بمدارس على هاي قبل ما كنا ندرس ونتخرج. نجيب سنين من على كلهم. هسه البدعة الجديدة حتى تتحول الأنظار إلى المدارس غير الحكومية اللي هي مدارس الأهلية تابعة للمتنفذين بالأحزاب لقاء مبالغ مؤسسة للشعب العراقي القوم يعني حصروا فترة وإلى آخره. هسه البدعة الجديدة شنو قاموا يسوون السادة أسأل؟ نعم. مو مدارس يعني رصينا بعد 1000 سنة والله ما تنهدم. نعم. شوف انك هاي اللي نحسبه قطع المحافظ وابو البلديه وابو الكلفه في التربيه الى اخر. نعم. مثل ما قال 41 اكو صار ان 18 و15 و16 سنه ما كانوا فاهمين واحده. نعم. شوف شلونك السنه ياخذون فلوس ماكو مال بعد على انه يبنون بها مدارس جديده اللي على السقوط يدعون بهم على السقوط. شنهم بيعيدون بيها مدارس حتى الناس حرموا دولتهم يمر عليهم العمر حتى يدرس ويتخرج هم خطية هذا. نعم. يتعلمون بيه خير. شو يسوون؟ وصل على المدارس الأمريكية. بعد أسبوع أو 10 أيام راح تبدأ الدراسة ولحد الآن ما شاء الله مسؤول المناهج في وزارة التربية وإعلام الوزارة. يقول احنا لحد الان مقابلين ولا كتاب، لحد 6 شهور صار كل 4 شهور ونص بحطه حتى يجبروك تروح للمكتبات الخاصة وتشتري كتب. نعم. يعني الحل من هاي السوالف الطايحة وجاي على مدرس المعلم كل ما تطلب عليهم مكتبة انه طاحنة العدل بيده. على المعلم والمدرس ان يظهر بمطلعك امام الطلاب لكي يهتدوا به، شو كتابه؟ بدلات موحده، زين هي البدله الموحده اكثر شيء 300 دينار. نعم. هو المعلم المدرس يظهر بمنصب متقاعد بايجار وكاتل الكبر. بتقول له هذا زين تقول له بدلك، لا امر اخذك، زين هو راتب شيء ما حد يطيه. فهذول يعني ما في من النفس يعني بغيبة راجل مخدرين وما اعرف يعني شنو تبغون. نعم. وما عندهم غير المحاكاة الأولى والمحاكاة الثانية مجالس المحافظات. طلعوا هي و58 حزب جديد شكل هذا. ها؟ نعم. من قدام ابعدوهم عن الانتخاب. يخلي الناس تقول رايهم والله ما عندكم قيادات وما عندكم مقرات الاحزاب. لكن يا الحكومه يا دوله وما على اعتبار جزيل الشكر. في الله. شكرا شكرا لك ابو زينب. يعني لو نحسب او نقرا تاريخ العراق منذ تاسيس الدوله العراقيه منذ تاسيس الملكيه العراقيه بالعراق بال 1920 الى حد هاي اللحظه، شوفوا المشاريع اللي انبنت من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، من متنزهات إلى نافورات إلى مكتبات إلى جامعات إلى بناية تلفزيون إلى بناية إذاعة إلى كليات وأقسام إلى أقسام داخلية كلها ومدارس. ما تلقون مدرسة طولت 4 سنوات مثل مدرسة اللي شفناها بالبصرة، أو مدرسة منجزة بنسبة 90% و10 أشهر هي ما كملانة، ولا شفنا مستشفى أو راح تقرون مستشفى طول بناءها 12 سنة إلا بهذا الزمن، إلا في زمن ديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ومملكة المتحدة وإيران دولة المجوس. راح تلقوها بس بهذا الزمن عندنا مدارس تطول 12 و13 سنة ومستشفيات ومراكز صحية وإسعاف ما عندنا وبنزين ما عندنا وكهرباء ما عندنا والغاز ينحرق وإيدز ومخدرات وكريستال وكبتاغون وغيرها 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 وبلاوي هواية. نطلع من ملف تلك المدارس ونروح إلى قضية انتشار النفايات خصوصا قرب المدارس العراقية وحول الشوارع اللي داير مداير المدارس اللي حولتها إلى مكب للنفايات وسط المدن. هذا كله
ظل تأشير غياب تام لأي دور حكومي خصوصا إلى دوائر البلدية. المقطع المصور التالي اللي راح تشوفوه من النجف بمواطن يشكو حال أهالي حي الميدان من انتشار بين قوسين الزبالة أجلكم الله على طول شوارع وأزقة الحي بشكل ملفت للنظر من دون أن ترفع من قبل عمال البلدية من دون وجود أي عمل للبلدية. ويأكد المواطن اللي صور لنا هذا الفيديو أنه ديناشد من أسبوع الجهات المختصة حتى تجي وتشيل هاي الزبالة لكن دون استجابة تذكر. خلونا نشوف. سلامة الله. هاي مناشدة على كل مسؤول، على كل شريف وكل إنسان. هاي الزبالة في حي الميلاد يمها مدرسة، مدرسة مال الأطفال، وتعرف هاي الزبالة موجودة نفايات ريحة كريهة وكل شيء يطلع من عنده. واتمنى من محافظ مسؤول شريف اي واحد شريف، هاي طبعا ما شاء الله نص الشارع داب بيها جماعتنا، واتمنى من كل انسان شريف وكل انسان مسؤول بالدولة خلي يشوف من حل هاي الزبالة. استاذ كرار شبلاوي، استاذ وقاس، استاذ علي تويج، يا ريت. هذا الصفحه الاولى، راح اصوركم الصفحه الثانيه. هاي الصفحه الثانيه، هاي صايره بنص العوائل. هذا الشارع طبعا مسدود والمنظر، يعني صار اسبوع بس انشط عصو على الزباله ما حيجي. يعني هسه بالعراق لما الواحد يريد يدلي بيته يقول له مو اول كوم مال زباله، ثاني كوم تفوت يمنه، لأنه صارت علامة دلالية هاي بالعراق. منظر حضاري ومنظر جميل، إضافة إلى الوائرات، إضافة إلى الشارع اللي منبلط. وبالمقطع أقلكم الواجهة الأولى لاحظت كوام المقرنص، خليكم بحلقتنا لأن راح نحكي على المقرنص همينة بالحلقة. هذا فيديو حي الميدان بالنجف، هذا الفيديو هم بالنجف، مواطن ثاني بغير منطقة راح يوثق لكم الزبالة شقد من تشرب واحد من الشوارع الرئيسية اللي تحيط بالمدينة، ويتساءل شنو دور مجلس المحافظة وشنو دور البلدية، وين دورهم الرقابي والخدمي، ليش تاركين مداخل المدينة وأحيائها تغص بالزبالة بهذا المنظر اللي راح تشوفوه. خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم هذا المنظر منظر رهيب في شارع الحولي، شارع الحولي قرب المجمعات السكنية، قرب البداية المقبرة قبل المقبرة النموذجي. شوف اليوم الزبائل وين مذبوبة، شوف المنظر باع والحريق ما أعرف شنو جهتي عنه، سقطت الدولة ماكو متابعة. شوف وين الزبائل صاعدة، باع الحريق، شوف باع، ماكو متابعة، ماكو بلدية، ماكو بيئة دورية مال الشرطة تتابعهم، دولة تنادي بيهم ليش هيك دولة، اكثر شي مال السيارات حكومية بينهم بس الاهلية تاعت علينا ما نعرف. هسه هاي وضعية، هاي شمال هذا الطريق يعني ينسلك، هسه ينسلك من زوار خارج العراق داخل العراق، سكن هناك احياء سكنية، هناك سكنت المجمعات، هنا عندك ست مجمعات. النداء هذا الحرق كله يروح عليه، هذا الحرق احنا ناشدنا كنا ناشد على الحرق، هذا الحرق مال التمر الصحي. يعني الرجال ما حكى على الصحراء اللي موجوده بالجزره الوسطيه، ما حكى انه الشارع ما بي اناره، ما حكى انه النخل والزرع يابس. جاب لكم منظر لخ، لان كلهم مشاكل، لان كلهم المفروض البلديه والمحافظه والدائره المسؤوله والوزاره ووزاره التخطيط وكلها ذني وزاره الصحه كلها لازم تتساءل. لانه لما تحكي على اكوام النفايات فهي لها علاقة بالصحة، وزارة التخطيط لأن هي اللي تخطط لتوسعة المدن وعمل المدن، البلدية لأن هي شغلها هذا، كهرباء لأنه ماكو إنارة، زراعة لأنه الزرع يابس، لأنه كل لازم أجيبهم بالدرب على وحدة وحدة بيها بلاوي. طبعا شفتوا ذني عندنا فيديو، الفيديو اللي راح تشوفوه هنا ببغداد بمنطقة بغداد الجديدة، هذا الفيديو لا تشوفون شنو معنى أو شنو الفرق بين اللي يشتغل
بكل قلب حتى يرضي رب العالمين ويكسب رزقه وعرق جبينه بالحلال، ورغم ضيق الحال وبين مجموعة من الفاسدين من المسؤولين وبعض مدراء الدوائر الحكومية اللي صامين أذانهم عن معاناة المواطنين ومغمضين عيونهم عنهم. نانا راح تشوفون مرة عجوز أو مسنة بمنطقة بغداد الجديدة تطلع يومية حتى تعين ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة واللي يشتغل بالبلدية وتساعده بشغلة اللي هي ما مجبورة به حتى تنظف شوارع المنطقة. خلونا نشوف. يعني مدير بغداد جديدة وين؟ لا يخلاها الحجية تشتغل بالبلدية، طالع بالأربعة الصبح وهذا ابنها معاق ويشتغل بالبلدية والساعدة، مو عيب عليكم ما تستحون؟ يعني هذا مدير بغداد جديدة يعني ما يشوف؟ والله عيب عليكم. واحد شيحكي حتى من الحكي ما تقول شيحكي. هاي المرة لازم أسوي لها تمثال بنص بغداد، وتمثال مو للمواطنين، تمثال للسياسيين يروحون يباعون عليها شوية بلكة تتعلموا من أدها. أولاً شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عذراً من الكلمة يعني معاق، المفترض أنه الحكومة هي اللي تعينه، من المفترض أن الحكومة تفكر بـ 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 بعجزة وتقول له اقعد واستريح واحنا نعينك. من المفترض ان ترحم شيبه هاي المره وتعبها وشقاها ويا ابنها، مو يجون يباعون عليها تساعده بعربه انت وتنظف فيها شوارع المدينه على تفاليس بنهايه الشهر ياخذهن. ناس لما شافت هذا الفيديو وغيره علقت على هذا الموضوع. من فيسبوك احمد السيد يقول خلي تشوف هاي الحكومه والعمايم الباقه والعراق بكل الطرق والاشكال. أبو يزن الشمر يقول لله المشتكى، لو كان المسؤول يمتلك ذرة من الإنسانية والمسؤولية لما رأينا مثل هكذا حالة يرثى لها. علاء المدني، كل شخص مسؤول في العراق وصاحب قرار هو ظالم ومشترك في عدم تحقيق العدالة وعدم إنصاف المجتمع العراقي، لأن الشخص المتسلط يرى نفسه أعلى غيره. لعن الظالمين ومن لف لفيفهم. وسلام محمد، سووا له راتب مثل جماعة رفحاء والسجناء السياسيين، لو حرام. والله أنقل سؤالك أخ سلام إلى السياسيين والبرلمان بالنسبة إلى رواتب رفحاء. أبو علي من الناصرية حياك الله. الله يسعدك، شلونك سالفة؟ الله يخليك حبيبي، شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. الله يخلي هاي الإذاعة الشريفة الله يسلمك. ما تعرف لا هاي الإذاعة أقول لك يعني مو مال حساب، هاي إذاعة وطنية. نعم. ما تابعة يعني تابعة للعراق، فقط للعراق. واجبنا واجبنا وانتمائنا الوطني يجي يحتم علينا. نعم هو خلنا حاجتك شاية أقول المظاهرين اللي طلعون مو بس هوسة يعني هوسة بربطة، لو يسوي شيء لو ينام عدهن واحدة من عدين مو يرجع، إذا رجع يجول لي دولة ما أقل من إشيات. No. واحدة من عدية مو بس هو شيء، هو يعني الدين بطيء حقه والفارس بطيء حقه. مو صحيح كذي يقولون الفارس يراد إنه شري مو خيار، مو صحيح كذي. أتمنى هو إيش ترجع لهلك أنت واحدة من عدل بوت فقط. No. الحكومة هاي وخلي الحكومة من العراق، مو والله هاني شفنا الظاهري في الساعة اليوم يعني الظاهري هي قوات واحدة مثل الإمام، مثل الإمام حسين من راح بعد ما رجع الإمام حسين، هم كتلوا دول، هم كتلوا دول ما كل معلمين دين أبو شوحلية. يعني إحنا عندنا مرجعة دينية، المرجعة الدينية هي يما الفتاوي. لما تقول والله إحنا البحثية إحنا ما طوع من شيء، يا السيد على الدكتور يقول أنتم بحثية، يعني أنت شلي أنت رجال تبعيه من إيران حتى حتشك ما ينعرف. لا في يوم مثل حشيت، لا في يوم مثل يعني الرسول من حشة من خشب عين الطاغي. إن شاء الله عزاء ترضيها إن شاء الله لإيران وأمريكا، دمرتنا هي أمريكا هي رأس البلد. إن شاء الله عزاء ترضيها بجاه رب العالمين على إيران وأمريكا وعلى دول الفاسدين اللي يندعون هم الإسلام والبنات عايشات تعذبها. الله وكيلة في يومية شوف هاي يعني أمرها
يعني 80 بالسنه تلقط خبز يابيس يعني. نعم. هذا البلد النفطي يعني الكلام بين النفطات يا اخوي، الكلام بين النفط هذا. نعم. مو كل واحد دافع عن محافظته، احنا نريد المظاهرين السنه والشيعه والمسيح يطلعون، مو يعني بس يا الله انا خاف تعال الظاهر بغداد. نعم. احنا اخوتك، احنا ما كفرات، احنا هويه عراقيه. نعم. احنا كنا ويا ويا اخواننا السنه، احنا اخواننا، لا احنا نقول عراقيين. نعم. السنه واحد بعد بعد. نعم. احنا الله خالق امه واحده، الله خالق كون واحد، الله ما خلق يعني خلق امه واحده. نعم. خلق نعم. الاسلام. نعم. خلق الانبياء. نعم. بس هؤلاء ما يعرفون الانبياء، يتصور هو مؤمن، واحد يقول انا امام المهدي، واحد يقول انا انا خلد امام حسين، انت جابك الامام حسين يا عمي، امام حسين يطلع عشاء للفقير، انت تاكل كله محشي وراك حمايه. نعم. نعم. شكرا 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 لك اخي ابو علي. يعني اللي قاله ابو علي اختصر لكم اياه بكلمه واحده بس، نعم ينطبق على العراق القول القائل اغنى بلد بالعالم بس بافقر شعب بالعالم. طبعا بدينا الحلقه بمدارس متلكئه، شفنا مدرستين، وراها عبرنا الى الزباله اللي داير مدار المدارس، وراها بحول النجف، وراها شفنا مره تساعد ابنها. هسه راح نعبر من بعدنا بالشوارع، نعبر من الزبالة بالشوارع، راح نحكي على قضية الشارع نفسه ومشاكل الشوارع العراقية. عندنا شارع بالنجف شخص اشتكى من عدم وجود به أعمدة نارة بهذا الشارع اللي هو اللي يربط بين المحطة الغازية وفلكة مطار النجف، ويوثق خلال تجواله بالشارع أنه أكو عدة، أنه أكو اكو اساسات، انه اكو مجال انه يبنون اعمده واناره، لكن ما تم تشغيلها لحجه انه الكهرباء ما توصل التيار للشارع حتى يبقى الشارع مظلم من تاسيسه لحد هاي اللحظه. خلونا نشوفها. ما بي اناره، الاعمده موجوده، المحوله موجوده، حسب قول المهندسين اللي كملوا الشارع يقولون دائره الكهرباء ما تضيع، اللي هو من المحطة الغازية حق فلكة المطار، الشارع القوسي اللي من فلكة، العفو من المحطة الغازية الشارع فلكة المطار، نفس الشيء هو بالسايدين، هو إنارة ماكو، المحاولة موجودة والإنارة الأعمدة موجودة جاهزة، يعني ما بيها شيء جاهزة، بس هو ماكو تجهيز كهرباء أبد من صار لحد الآن اللي صار تقريبا 10 سنوات او جزء اكثر ما متاكد، حد ما توصل فلكة المطار نارة ماكو، فكت الله مناشدة يسوون لنا شارع. يعني لا سامح الله اذا واحد عطلت سيارته وطفت بنص الشارع ولا قلوب ولا لايت، واحد وراه وما منتبه طبي بشم. خوبا اذا اجى واحد سريع وهم انا ما شايف وما يعرف المنطقة وجاي اول مرة يطب النجف ورايح المطار النجف وديلوف وما شاف اللوفة، أقرب حائط بوجهك، لأنه أنت شفتوا يعني ظل مهندس شنو هالشارع هذا ما أدري بال 2023 هذا وين؟ هم بالنجف، لكن أكو شارع الأخ هم بالنجف، طريق المناظرة، طريق المناظرة النجف الأمر به مختلف قليلا عن شارع المطار، لانه مثل ما راح تشوفوه راح تقولوا هم انا اقول لي ما بي اناره، لا عمي ياتها العواميد ومشتغله الحمد لله والشكر وواصله والامور تمام، لكن بطريقه حلوه ما راح اقول لكم شلون دا يشتغل، اريدكم انتم تشوفوه بعدين نحكي، دا تشوفون كميه الفساد، تفرجوا. أطالب إدارة النجف أقول لهم بشهر الرابع أو أقل برمضان جاي بس كم هلال بين العواميد نشرة ضوئية، زين لونوا لنا أحمر أصفر أخضر أزرق حتى العالم تنوع شوية، شنو الموضوع؟ زين اللي كاميرته ما بيها فلاش يجي للشارع يعطيك صورة الفلاش جاهز من الدولة،
ناصبين علينا. شنو الشارع هذا؟ شنو الكهرباء ده توصل رمشة؟ كتف حاطي بالبقلايت ما سيارة من يدوس بريك البريك يقوم يرمش. هاي الجنبزات مال أيام قبل يقول له من يدوس بريك يقوم يرمش وراي. العالم تشوف بريك يختلف. هسا احنا قمنا نشوف لايتات ترمش. لازم تطلبون مهندسين الإنارة اللي موجودين باليابان والعالم المتقدم تقولون تعالوا شوفوا التطور اللي عندنا. عندكم عمود يرمش؟ ما عندكم أكيد، بس عندنا. ناس لما شافت هاي الفيديوهات مو تعجبت، علقت تعليقاتهم كانت على منصة فيسبوك. رعد عزيز يقول كذلك الشارع السايدين كلية الكفيل على طول موجودة أعمدة بدون إنارة كم سنة والحد الآن، ومنطقة سكنية وخطرة لكن السيارات مسرعة وظلام دامس. أما ميثم الفتلاوي يقول أغلب الشوارع العامة الإنارة نفس هاي المشكلة. وعلي العراقي الجناب يقول بعد شي يريد المواطن؟ الحكومة جاي تسوي فعاليات تدل على الاحتفال كما يحصل في رأس السنة وأعياد الميلاد في بقية الدول، يعني عيد موجودة هناك بالنجف. مساعد السهلان يقول والله حرام فلوس تنصرف على مواد رديئة تسجل بسعر غالي والممتاز. حرام، نعم حرام، لأنه أنت لما تسمع قيمة المشاريع مليارات وملايين ما شاء الله الدر، واللي ينفذون المشاريع ما شاء الله ملينوا وحساباتهم وأرصدتهم وسياراتهم الآخر موديل وبيوتهم اللي على أعلى طراز يبنون وما حد يحكي وياهم. إنارة رماش، أدري ترافيك لايت، حتى الترافيك لايت مو يجي طول عمرنا، أحمر أصفر أخضر بيهن كنترول ما بين الأحمر والأخضر. شنو الرماش هذا ما حد يدري. واحد يقول فعالية مال عيد، حتى فعالية العيد مو هيجي. حتى الواحد لما ابنه يتخرج ويعلق له نشرات بباب البيت ما ترمش هيجي. حتى اللي فرحان بزواجه ويعلق نشرات على السيارة ما ترمش هيجي. بس عندنا بالعراق ما شاء الله بالنجف أول شارع رماش بالعالم. نطلع من مشاكل الإنارة وزارة الكهرباء. تتذكرون بالمقطع مال الزبالة اللي طلع بالمقطع الأول بالمدرسة، يعني من المدرسة بالبصرة، وقلت لكم خليكم ويانا راح نحكي عن المقرنص. هسه راح نحكي عليها. صورة ونموذج من صور الفساد المنتشر بإعادة إعمار المحافظات العراقية أو مشروع إعمار المحافظات العراقية. واحد لما يسمع مشروع إعمار المحافظات العراقية يقول ب2023 راح نصير دبي، بس لما يسمع بمشاريع أو العقود اللي تصير بس على حجر المقرنص ورصفة للشوارع والأرصفة يفز. نبني بها أبراج بقد خليفة 10 مرات. هذا المقرنص من المفترض أن الشوارع يتم رصفها في بعض الشوارع بالسنة الوحدة مرة، لكن بالعراق أكثر من مرة أو عدة مرات، وراها يجون يشيلون من جديد بحجة أنه يا أما يمدون أنابيب مجاري لا كهرباء لا خلل، وراها يرجعون يرصفوه من جديد، وراها يرجع ينشال بحجة توسعة الشارع، وراها يرجع يرصف من جديد، وراها يرجع ينشال لأن الرصف مو صحيح. طبعا هاي العملية كلها هي عملية سوء إدارة وتخطيط، أو هي فساد بحد ذاته أن تنصرف مليارات على هالموضوع بشكل مستمر من دون أي فائدة للمواطن العراقي، وتنترك الشوارع محفرة غير معبدة غير مكسية. واللقطات اللي راح تشوفوها هنا جمعناها من أكثر من فيديو حتى نطلع لكم بها الانتقادات على رصف الشوارع الغير مكتملة بالمقرنص وصرف المليارات على هالشي وتاركين الأمور الخدمية الأكثر أهمية مهملة ومتلكئة. خلونا نشوف. وحق الله صار لي بالتقريبا بالشهر وين يسوون بيه لحد الآن عبالي يعرضون الشارع العفو مفلشينه تفلش داعينه تراب معرضينه عبالي جاي يعرضونه وكيف أخلص من الازدحامات. تالي ما تالي راح يطلع كله مقرنص مقرنص باوع.
يعني هاي ماكو هيك شيء ترى، هاي بالخدمي ما زيونه تقاطع. يا باليوم طلعت الآنسة المحترمة طيب سامي تقول الميزانية فارغة، يا دوب لو تكفي نص الرواتب الموظفين لو ماكو، هاي الميزانية مالتنا بالمقرنص راحت يا با. المحترم الله يساعدك، هذا الخدمي مال زيونه، شوف همين كل مقرنص حيسوي طبعا، هذي ورا همينه بس نلاقي أخرى. وبالعالم وبأوروبا رصف المقرنص مكينة، عمال اثنين يصفطون الشكل مالته والماكينة تنزله بالشارع وانتهى الموضوع خلال دقائق، يكمل لك رصيف كامل، وخلال يوم يكمل لك حي كامل. أما أنت هنا تنتظر أبو الشوكية دا يجي، وراه يجي أبو التريلا المحمل المقرنص، وراها أبو الشوكية نزل المقرنص في الشارع، وراها يجون العمال دا يفكون المقرنص، وراها يجون غير عمال دا يرتبون المقرنص، وراها يدقون المقرنص، وراها شي بقون يبقون بعض المناطق اللي لازم بيها كسر مال المقرنص، لأن ما يجيبون الصاصة هم يكسروها بالفاس مالتهم، وراها يكملون، وراها تعال أرصف المقرنص، وراها ضب تراب فوق المقرنص. هذا لهم حكاية مال دعبول. هذا الشارع نلقي بالنجف نفس الحال، بس مو مقرنص، نانا تعبيد جير، بس الفساد اللي دا يصير بهاي المشاريع الخدمية بالمحافظة مو طبيعي. فأجا مواطن راح يحكيكم بهاي الفيديو، واحدة من التصليحات اللي سوتها واحدة من الشركات الاستثمارية بواحدة من شوارع المحافظة، ويبين لكم كمية الغش والعمل الغير متقن. خلونا نشوف. من شارع الرابط تكت الزهور في اتجاه جسر الإمام علي، عملنا كشركات كإدارة محلية كمحافظة صار يشتغل على هاي المساحة الفيس، بينشر واحد يجي يعالج تنوع علاج هاي الطشة اللي نشرت عنها الناس، ما أعرف المهندس السجاة حتى هذا التحديد باوع، هذا على أساس ينقص باوع، هذا خو ما ينقص هسا، هذا تبليطه نوع لي، هذا تبليطه على ورملية. هاي شنو هاي كسمونها هاي، يلا نوع لي ولا قصيتوه، التبليط اللي قصيتوه وينه هذا؟ هذا شلون يتجانس؟ علمني المهندس، المهندس اللي انت المشرف، يعني ايش لقيت الناس؟ احنا ذول اهل النجف، عمي انت تشتغل بنص ناسك، اذا ما تشتغل صح شلون تجي؟ نوال سيد ماجد، سيد شوفه مولاي، هذا عمل التصليح تنوالي. المشكله من نشوف هذا الشغل ونتذكر الفيديوهات اللي تنشر على الانترنت، تلقون ماكينه واحده تقوص وتكسر وتشيل، ونفس الماكينه تكنس وتنظف وتذب جير وتعدله وتعوفه وتطلع، وجماعتنا فوقها فوقها تلزيق. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، اول تعليق موجود ويانا يعني من عدي الخفاجي يقول هذا عمل فاشل يمثل مستوى الشركه الفاشله ويمثل المسؤول القائم على العمل. اما الميالي جاسم يقول دهينة هاي، يعني هذول ما يخافون من الله؟ صدق كذب؟ وهاي الناس جاي تنشر وتفضح، ما تصير لهم شارة؟ لا والله. اما ابو انور الحسناوي يقول المحافظ حرامي او مشترك وياهم، ما زال يشوف ويغلس حال حالهم. ومحمد الابراهيمي الرقابة الشعبية افضل من الرقابة الرسمية لتقويم الاعمال، والمشكلة يا ريتها لو تتقوم الاعمال. ابو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكو بنا تحتية بنات بريطانيا من سنة العشرينيات، لحد الآن الدولة هي مركزة عليها ببناياتها ومدارس مسيدة لها لحد الآن. نعم. والدولة العراقية من العشرين لسا كل ما تبني مدرسة 10 مرات تبلش وتبني مرة ثانية. نعم. يبوا شركات بريطانية، بنيت منتزات. منتزات قلنا هاي الدولة قامت ترحم بالشعب العراقي، عندنا منتزه بأرقى مكان من ناحية غمار حلوة ومقابل إمام على شو، ثاني يوم انقلبت وزعت قطع المدير البلدية وقطع المدير الناحية وقطع المدير المساح. نعم.
هنسمع السودان نشوف حكومته ايش تلعب بالشعب. منتزه تتحول الى المدير الناحيه ولا كل واحد ياخذ له بيت بيها والفقير لها ياخذ له 50 متر تفرشون على راسه. وذاك يوم طلعتوا لكم حرج بالبصره بعدين ب 50 متر فلشتوا عليها. نعم. خلي نشوف حكومته ايش تلعب السوداني وين قاعد ببغداد. هاي 18 محافظه ترك ذني بالبيتونه بنص الحراميه حكومات بالمحافظات عم حراميه غزعها والوادم طلعوها من دينها ووطنها. اذا كل واحد حاط المنتزه تسوي لها الشعب سوتوها بيوتكم كل واحد اخذنا مره ثانيه وعطى بيها. شنو فوضى هي؟ لا فوضى بالحكومه بالحكومه من 2003 عندنا كل شيء فوضى. كل شيء يدافع عن الفقير لكن هو ضد الفقير. يعني منتزه سوتوها للشعب بعدين وزعتوها بيناتكم. حكومات الله وكلك هي حكومات المحافظات كرهت الناس من الوطن كله كرهته. انا سوى واحد من الناس لا تقول لي الوطن اقول لك حاشا السامة ما احب الوطن بعد. نعم. لان كرهنا الدنيا كرهناها. نعم. شكرا 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 لك ابو علي. لا لما نحكي على بناء المدارس يعني ما نحكي على مدرسه سانت هيرسا عسكريه اللي درسوا بيها الملك غازي وملوك العرب امثال الملك حسين الله يرحمه وسلطان قابوس الله يرحمه. لا ما نحكي على هاي. ما نحكي على الجامعات العالميه وجامعه بغداد وعمرها او كليه بغداد في العاصمه العراقيه بغداد وعمرها. زقورتور الاف السنين وعايشه. اثار الاف السنين وعايشه الى حد هاي اللحظه. اسد بابل من زمن بابل اذا تباعون شكله احلى من هوايه من النصب اللي سواها مثل الاسد الاخضر اللي بالبصره ويطلع مي من حلقه. ما اعرف. المهم باليوم العالمي للسلام العراق تحت مطرقه حكومات الاحتلال وبطش الميليشيات. هذا العنوان للانفوجرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي بمناسبه انه العراق بعد ما ينعم باي نوع من انواع السلام بهذا اليوم. خلونا نتابع. كانت واحدة من أسمائنا أرض السلام لكون العراق أرض السلام. كل من يريد يعيش بسلام يجي يمنا. كانوا عندنا ناس يجون يدرسون وسياح وغيرها وغيرها. لكن لما يفقد المواطن مواطن البلد بالدرجة الأساس الأمن والأمان، لما يفقد الراحة، لما يفقد الطمأنينة، لما يفقد القدرة المعيشية، لما يفقد القدرة الشرائية، لما يفقد
القدرة على كل شيء، لما يكون الأب مأمن على ولده لما يروحون للمدرسة، لما يكون الأب والأم خايفين على ولدهم من مشاكل الحياة اللي تصير عندهم، لما يكون الأب والأم خايفين من أصدقاء السوء وتجار المخدرات والديلارات اللي موجودين، لما يكون الأب والأم فاقد إلى كل شيء، لما يكون الأب حاير بحياته ما يقدر يتصرف بأي شيء، فما بالك لما يجد أنه ابن الدول الأخرى أو الزائر متنعم. ما دا أقصد الزوار بالزيارة، دا أقصد الزائر للبلد بشكل عام، من يحمل جنسية أخرى متنعم بخيرات هذا البلد والأمن والأمان، والشرطة المحلية والحكومة تدور وراء راحته وأنت دورك ثانوي، وأنت تعتبر مواطن من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في بلدك، في بلدك اللي أنت عشت بيه، اللي أنت تربيت به، اللي آبائك وأجدادك عاشوا به، اللي من الممكن آبائك وأجدادك ساهموا في بنائه. لما تكون في بلد تتغنى في ماضيه وخايف من مستقبله، راح يكون حالك ما تنعم بيه بسلام. إحنا البلد الوحيد اللي ماضينا أجمل من حاضرنا، وماضينا أجمل بالتأكيد من مستقبلنا إذا سمر الأمر على هذا الحال، لأنه ما دامت المحاصصة الطائفية موجودة بالعملية السياسية ما راح ينعم العراق بسلام أبداً، لأنه ما دامت المحاصصة الطائفية موجودة فبالتأكيد أكو من يدعم هذا الشيء ويحكي بهاي الروح. نعم العراقيين يرفضون الطائفية، لكن أكو مشكلة أساسية هي من يقود هذا البلد. هذا كل ما موجود يعني برنامج صوتكم مشاهدينا، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بنفس الموعد، انتظرونا، في أمان الله.